السلام عليكم، نرجع تاني والحين نتكلم على الـ Energy Conversion. في الـ Energy Conversion حنتكلم على التالي: أنا الطاقة اللي عندي قديش بستفيد منها أو لإيش بتتحول. الآن نتكلم الـ Energy Conversion. لو أنا بدي أسوي فنجان قهوة، يعني بدي امسك الميه احطها في غلايه، اشعل الغاز تبعي اللي هو مثلا بيشتغل على الغاز. الان جزء منه اذا بتلاحظوا حيروح لهيت، الهيت هذا، وجزء الثاني حيروح اضاءه، لانه لو الدنيا ليل بتعرف لما تولع النار ايش بتعطيني، بتضوي وبتعطي حراره. فهذه الشكل الطبيعي. الآن الإضاءة بستفيدش منها في تسخين المية، بس إيش بصير؟ تسخين المية بروح لثلاث شغلات. أولا بروح جزء منه للهواء، عشان هيك بتحس في الدفء لو أنت حوالين النار هذه. الغلاية اللي فيها المية بتسخن تاخد جزء من الحرارة، والمية اللي هي بتاخد الجزء الثاني من الحرارة اللي بتخلي المية تغلي. انا اللي بهمني من العملية هاي كلها ايش هي؟ المية تغلي، يعني هذا الحرارة الطاقة اللي انا بستفيد منها. الباقي هاي غليت الغلاية هاي بستفيدش منها كثير، الهواء بستفيدش منه، يعني هذا كله هي تدفع بصير في المنطقة، والإضاءة هاي برضو مش هي الهدف. الهدف الوحيد اللي هو ايش؟ اللي هي نغلي المية. الآن هذا هذا الطاقة اللي بستخدمها واللي فيها فائدة بسميها إكسيرجي. إكسيرجي إكسيرجي إكسيرجي، يعني هذه الطاقة المستفاد منها الإكسيرجي. الآن سميت أنا الغاز اللي عندي هذه جي، الهيت سميته كيو، والله يعني إذا بدي أطلع عليه، واللايت ال. الآن بلاحظ الجي اللي هي الطاقة اللي طالعة من الغاز بدها تساوي ال زائد الكيو، اللايت زائد الهيت. الآن الجي هذه هي طبعا طبيعي حتكون أكبر من الكيو اللي هي الهيت. الكيو حتساوي الاي اللي هي تبعت الاير، الحرارة الرايحة للاير، الحرارة الرايحة للبات البي، والحرارة الرايحة للووتر اللي هي ايش؟ الدبليو. الان اكيد الكيو حتكون اكبر من الدبليو، يبقى الجي حتكون اكبر من الدبليو، يعني بعبارة تانية التوتال انرجي حتكون اكبر من الاكسيرجي، وهذا المهم. فالاكسيرجي هي الطاقة اللي انا مستفيدها في عملية غلي المية. الان الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس اللي هو بنسميه لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. الان الاكسيرجي از ديفايند از ذا ماكسيمم اماونت اوف ورك ذات كان بي اكستراكتد فروم انرجي، يعني الورك اللي هي الطاقة المستغلة قديش هي اكثر شيء اللي انا اكثر كميه هي بسميها اكسيرجي. The low state that energy cannot be created or destroyed but can only be converted from one form to another، يعني الطاقه لا تخلق ولا تفنى من عدم، هذا هو بس الطاقه بنحولها من نموذج الى الاخر. This law is always valid، يعني هذا القانون صح على بشكل كامل، as long as هذه مهمة system boundary has been defined correctly، يعني إذا أنا اخترت يعني المنطقة اللي أنا بستخدم فيها الطاقة بشكل صحيح، هذا القانون صحيح 100%. لو جينا بنتكلم مثلا على system boundary around only LPG and heat block. We could find that not all energy from the LPG is converted into heat. يعني احنا عملنا ما حطناش من ضمنها مين؟ اللايت. فحنلاحظ هذا الطاقة الموجودة في الغاز بتسويش الطاقة الموجودة اللي طالع عندنا كهيت، وهذا طبيعي. وهي عندنا القانون ماثيماتيكلي جي ايكوال كيو بلس ال، والكيو ايكوال اي بلس بي بلس دبليو زي ما شفناها قبل شوية. It is also
follows that G will always be greater than Q since the a burning flame cannot create heat without light. فيش شيء خلينا نقول نار بدون ضوء. هذه عبارة. Similarly, the energy content W of the resulting hot water can never be more than the heat contained in the flame Q or the energy content of the LPG اللي عندي أو G اللي عندي. فهذه يعني بشكل عام اللي بنحكيها إنه الطاقة اللي أخذتها المية حتكون دائما أصغر من طاقة الحرارة المنبعثة من حرق الغاز أو من الطاقة الكامنة في الغاز ككل. This means that while we have conserved energy in this conversion, the amount of work that can be done by the pot of hot water will always be lower than the amount of work that can be done from using the LPG directly. This is the concept of exergy. The exergy, the content of an energy carrier, is defined as the maximum amount of work that can be extracted from it. يعني لو أنا عندي الإنسان لما بدي يجي مثلا على سبيل المثال يقوم بمجهود, المجهود مثلا رفع حجار من الأرض للطابق الأول. الآن رفع الحجار هذا المجهود الميكانيكال بياخذ طاقة معينة, بتقدر تحسبها قديش الوزن وقديش بلزم وقديش وزن الحجر اللي برفعه وقديش برفعه المسافة. فأنا حولت هذه من عندي طاقة حرارية أو خلينا نقول حولتها من الطاقة الحرارية اللي عندي اللي حطيتها طاقة كامنة اللي هي potential energy في الحجر. الآن لما ناجي أحسبها الحسبة بتزبطش عندي. ليش؟ لأنه جسمي أنا بسخن, فهذا بياخد طاقة أنا مش حسبها في الموجود عندي. يعني لو أنا بدي أحسبها قديش أنا استهلاك الطاقة لازم أحسب قديش جسمي سخن والعرق اللي نتج عنه وهذه الأمور عشان تطلع الحسبة تبعتي صح. الآن نرجع لصاحبنا العداء ستيفن كبراتش. الوزن تبعه 54 كيلو. دائما العدائين تبعين الماراثون أو المسافات الطويلة وزنهم بيبقى قليل. ليش؟ لأن عشان يقدروا يسستين الانرجي في هذا المجال. بينما العدائين تبعين المسافات القصيرة بيبقى أجسامهم ضخمة وطوال وبيقدروا يعملوا جنريشن لهاير ريت اوف باور. يعني بتلاقيهم في المسافة القصيرة مثلا عدائين الميت متر تلاقي أجسامهم ضخمة جدا والطاقة اللي بيقدر أو الباور تبعتهم الباور أوتبوت بيبقى أعلى بكثير من عداء الماراثون. لأنه في هذا الميت متر بتلاقيه مثلا هو بياخد تقريبا 10 ثواني لا يقطع الميت متر. لتيجي تحسب قديش بيستهلك حتلاقيها أعلى يمكن 10 مرات من العداء تبع الماراثون. Nearly roughly 724 watt of mechanical power for the running equal one horse اللي عندي. In 2 hours he used 1.5 kilowatt hour mechanical energy to run the marathon. يعني هو كان محتاج 724 watt في الساعة لا يقطع خلينا نقول الماراثون. هذه ميكانيكال باور. الان في مسافه الماراثون 1.5, طب هو اللي استهلكه 2.84, يعني عندي 1.34 راح هذا lost energy. هذه طبعا راحت كحراره من جسمه. الان الاكسيرجي تبعته صارت 1.5 كيلو وات اور. هذا اللي هو راحت خصوصي للعدو. يعني the exergy of Stephen fuel to run the marathon is 1.5 kilowatt hour. The energy and exergy of electricity is almost the same since electricity can directly be used to do work. لو نيجي للكهرباء, الكهرباء الكفاءة تبعتها عالية جدا
لما نيجي فيها، يعني الكهرباء الواصله في البيت لما تيجي بدك تحسبها قديش بتستهلك، بتلاقيها المعدل تبعها يعني فوق 97 98%. فعشان هيك بنقول الاكسيرجي والانرجي للالكتريسيتي از اولموست ذا سيم، بينما الاكسيرجي اوف ا فيول ويل اولويز بي لوور ذان اتس انرجي كونتنت. يعني لما نيجي نطلع مثلا الوقود المستهلك في السيارات بنلاقي كفاءته لا تتعدى 50%، في محطات الطاقه التوليد بنلاقيها في الاربعينات في المية. فعشان هيك الاكسيرجي بتلاقيها منخفضه كثير مقارنه بال ايش بالانرجي الموجوده. الان نيجي نتكلم على الانرجي كاريرز از انرجي كاريرز. الانرجي كاريرز بنقدر نعملها ديفينيشن، ان انرجي كارير از ا سبستانس اور فينومينال ذات كونتين انرجي، يعني اي حاجه فيها تحتوي سواء عنصر او ظاهره تحتوي على الطاقه. مثلا الشمس، النظام الشمسي هي بنعتبر اشعه الشمس انرجي كارير. نيجي للرياح هي انرجي كارير. الان لما نيجي نتكلم على تدفق المياه في الانهار انرجي كارير، البحار امواج البحر انرجي كارير، تتكلم على الفحم انرجي كارير، البنزين انرجي كارير، السولار انرجي كارير، الغاز الطبيعي انرجي كارير، الكهرباء انرجي كارير. فاحنا هاي اللي بنتكلم عليها. This energy can then be converted to mechanical work or heat or used to operate chemical or physical process. The most common energy carrier contain chemical energy. يعني الأكل، الشجر، هدول كلها هيتو energy carrier. Fossil fuel اللي هي المحروقات as a good example of chemical energy stored in it in coal or natural gas. Chemical energy is stored in plant matter including wood اللي هو الخشب. Gases such as hydrogen or ammonia are also being developed as a new energy carrier. الهيدروجين والأمونيا هدول من الشغلات اللي حاليا بنشغل عليهم على مستوى العالم كإنرجي كارير، لأنه فيها إنرجي كميات إنرجي كبيرة في هذا المجال. المشكلة فيهم التخزين والخطر من الانفجار. Lastly, the most well-known energy carrier that we all use every day is food that we eat. الأكل اللي بناكله هو energy carrier. Mechanical energy can also be contained within energy carrier. A dammed reservoir اللي هي البحيرة الموجودة على السد، هذه زي بحيرة ناصر في مصر، هذه example of potential energy of water contained and can be used to generate hydroelectricity. الآن سد النهضة اللي بيعملوه في أثيوبيا هذا بيعمل إيش؟ بيحجز المية في مناطق جبلية ذات ارتفاعات عالية، ولما هذا بدهم يولدوا كهرباء إيش بيسووا؟ بيعملوا ريليس للمية، فهذا المية اللي بيعملوا لها ريليس تعمل جنريشن للالكتريسيتي، وهذا بنسميها هيدرو الكتريسيتي. ميكانيكال انرجي كان اولسو بي ستورد ان بريشرايزد اير اند ريكفرد باي ريليسينج ذا بريشر. يعني عاده ايش بنسوي؟ برضه الميكانيكال انرجي بنقدر نخزنها في اسطوانات معدنيه وبنضغط الهواء فيها. يعني يمكن اكبر مثال لنا بنشوفه بشكل مكثف اللي هي طنجرة الضغط اللي في البيت اللي امك بتطبخ فيها. ايش هذه لما بصير فيها؟ انت المية الموجود هنا او بتحطها وبتحط الاكل فيها وبتصير تشغل الغاز. الان جزء المية اللي فيها ايش بتحول؟ بتحول لبخار وبصير مضغوط جدا هذا البخار. الآن الفكرة سيميلر لها، انت بتضغط البخار، فالبخار لما يعني تفلت الصفيرة تبعته هذا ايش بتلاحظ؟ انه هذا في طاقة عالية، هو يعني درجة حرارة عالية، في نفس الوقت ايش؟ هو مضغوط جدا. فالمضغوط جدا لو في توربينة بكميات كبيرة هاي بحركها في هذا المجال. Coal spring and fly wheel can also store mechanical energy. The coal spring and fly wheel زي الزنبرك اللي احنا بنلفه هيك بنسيبه ايش بصير؟ بصير القرص اللي بتلفه
وبتسيبه بصير ايش يلف لحاله. وهي الفكره الموجوده فيه. Electrical energy is the most common used form of energy in our daily life. وهذا بنستخدمها بشكل كبير اللي هي الكهرباء. Dynamic carrier for electrical energy is electricity itself. اللي هي dynamic carrier لانه متغير هاي. Which can be used to produce heat or work. الكهرباء بنستخدمها للتدفئه، بنستخدمها للتشغيل الحاجات المختلفة. ايش كمان؟ هذه دايناميك. الستاتيك اللي هي البطاريات، البطاريات تتخزن فيها الطاقة بتقدر تاخدها في هذا المجال. على حاجة تانية برضو ممكن نستخدم الكاباستور، وهذا من العلم تبعنا لانه هذا بنخزن فيها كهرباء. الثيرمال انرجي از مور تشالنجينج تو ستور. عادة الطاقة الحرارية صعب التخزين. ليش؟ لانه يعني التهريب فيها عالي، فهي عشان هيك بتلاقيها مش فعالة للتخزين. Concentrated solar power plant use mirror and lenses to focus the solar radiation and heat up a liquid. يعني لما نيجي نطلع الآن، احنا كل هيتنا بنعرف البي فيز تبعت السولار. الآن في نظام تاني للسولار، ويمكن في حتى واحد موجود عند اليهود في صحراء في 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 النقب، في صحراء النقب موجود على مستوى العالم. بيجيبوا مرايا والمرايا هاي بتعكس الشمس على منطقة معينة. المنطقة المعينة بيبقوا حاطين فيها سائل، السائل هذا بيخزن الحرارة، والحرارة هاي بيخزنوا السائل اللي فيه طاقة حرارية عالية في مناطق معينة او في مخازن معينة مخصصة لها. وقت ما بدهم بيطلعوا هذا الحرارة. الان المية يعني ممكن استخدامها، وبنلاحظ احنا عندنا في خزانات في سخانات المية تبع السخنة، المرايا الموجودة في البيوت هذه بالمية بتسخن، بس احنا بنستخدمها يعني يمكن درجة الحرارة بتوصل لها حوالي 60 درجة كدرجة قصوى، بتوصلش اكتر من هيك، لانه احنا بنعيدش التخزين فيها او بنعيدش بشكل عام، بنحبدش المي 60 وبتبقى سخنة، فبنعملهاش دورات تانية بحيث تزيد درجات الحرارة عن هيك. الان لو انا بدي اخزن لاستغلال للطاقة الشمسية، لا بدها توصل درجات الحرارة في المئات مش في الستين. فعشان هيك ايش بيسووا هذا في انظمة تانية. الان المية كمية مش حاجة يعني محبدة في الاستخدام، لانه بتخسر الحرارة بسرعة. وده بتلاحظ يعني انت المية لما تسخن في النهار تيجي في الليل بتلاقيها ايش، على الرغم انك حطتها بترموس الا انك بتلاقيها سقعت شوية. فلهذا السبب ايش بيستخدموا؟ بيستخدموا مولتن سالت اللي هي ملح سائل، والملح السائل هذا بيحفظ الحرارة احسن من المية. الان عادة لما بيستخدموهم في هذا المجال بيجوش يستخدموا في خزانات طبيعية. الان في الارض، في باطن الارض في كهوف، وفي زي ما بيقولوها هذه مناجم. المناجم هذه او فراغات موجودة في الارض، في باطن الارض. الان هذا بضخوا الملح السائل بدون درجات الحرارة العالية جوا فيها، الارض بتحتفظ بالحرارة افضل من اي مكان. ولما بدهم يطلعوها بطلعوها من هذه الباطن الارض، بطلعوه بيستخدموا الطاقة اللي بدهم اياه. هذه الظاهرة بنسميها الجيوثيرمال انرجي. الجيوثيرمال انرجي في بعض المناطق في العالم بيفتحوا فتحات من في الارض، بتطلع باطن الارض بتطلع مية بدرجات حارة سخنة جدا، درجات حرارة عالية، وبيستخدموها في توليد الطاقة. وهذه في اماكن محددة في العالم. لما نيجي نتكلم على الموضوع هذا حندلكوا على بعض المناطق في العالم ونفرجيكم فيديوهات بهذا الخصوص. Finally, steam generated from heating water has been used as the energy carrier to drive the pistons of steam engines since the 19th century. الآن لو نيجي نطلع عليها في محطات الكهرباء اللي عندنا، زي محطة الموجودة عندنا في قطاع غزة، في عندنا إذا بتطلع عليها أربع توربينات كل اثنين مشبكين مع بعض. الآن هدول الكفاءة تبعتهم
في تحويلها، سواء بيشتغلوا على الغاز أو بيشتغلوا على السولر الصناعي في 40%. الآن ليزودوا الكفاءة تبعت هذه، بربطوهم كل اثنين بتوربينة تانية. التوربينة اللي بيستخدموها هي عبارة عن ستيم انجن. ليش؟ لأنه هذا لما يبردوا التوربينات هذيك بيبردوها بايش؟ بتلاحظوا في خط عند البحر عقبال الزهرة، مدخل الزهرة في منطقة هنا، ومواسير بتاخذ مية من البحر وبترجع مية من البحر إلى البحر. فهم ايش بيجوا؟ بيجيبوا هذا المية ليبردوا فيها التوربينات. الآن لما يبردوا في التوربين بالمية هاي، ايش بتحول المية هاي؟ بتتحول لبخار. بدل ما هذا البخار يفقدوه بيستخدموه في ستيم انجن لا يولدوا فيها كهرباء، فبترتفع كفاءة المواتير هذه من 40 لتوصل قريب ل 60%، يعني بتحسن الموجود عندنا. وهذه بشكل عام اللي بنتكلم عليها، وهذه خارطة لتفرجينا كيف احنا بنتطلع على الانرجي كاريرز. هاي الصن اللي هي المصدر الرئيسي، تولد لنا بايوماس اللي هي مع الزمن سواء بترول سواء فحم سواء يعني هذا بتود الفاصل فيول، هذا بتحول البايوماس لفاصل فيول. اللي عندي البايوماس اللي هي سواء اخشاب سواء مخلفات حيوانيه سواء الحشيش لما ينشف، كل هذا بنسميه بايوماس. اللي عندي الثيرمال انرجي، الان الصن بنقدر ناخذ منها الكتريسيتي او ثيرمال انرجي اللي هي للتدفئه الموجوده، او بنولد منها كهرباء. الان حركه الشمس هي بتولد الرياح اللي بنقدر نستخدمها سواء في توليد الكهرباء او في السحب واعاده دوره المياه للارض. الآن most form of energy that we use are thus derived from the solar energy اللي هي المصدر الرئيسي عندنا للطاقة. الانرجي from the sun is converted and stored in different ways on earth. أنا بنعطيكم فكرة بير يعني الانرجي بير كيلوغرام of fuel stored، قديش اللي عندي لكل كيلوغرام. بنلاحظ البنزين 12.4، بنلاحظ natural gas من 10.8 إلى 13.2 حسب النظافة تبعته. الهيدروجين تقريبا 39.5 كيلو وات أور لكل كيلوغرام. المشكلة فيه يعني هذا بنلاحظ عنده تقريبا 3 أضعاف الموجود هان، بس العيب اللي فيها إيش؟ إنه التخزين تبعه بده مساحات، ما بده حجم كبير عندنا، يعني هذا بدك تضغطه لتحطه في هاي. الخشب بنلاقيه في الموجود تحت يعني القائمة السفلى. الهارد كول اللي هو الفحم الجامد الرمادي هذا 6.7 إلى 8.6. البراون اللي عندي كول الفحم البني من 1.9 إلى 5.6 كيلو وات أور. الكيروسين برضو اللي هي الكاز قريب للبنزين والناتشرال غاز. الآن بناخذ بريك وبعدها بنتكلم على الانرجي ان ترانسبورتيشن ان شاء الله.